هي زوز فاريتي الوقفه الوقفه نتاع الحانوت. شنو هو هيك اللي في سيق؟ عريز ها فاريز ترشخو صافي ها وزوز وانا نعاني عمري كملاني. ومعلم رضا اللي انت فيه كل يوم تخرج وتجي وتخدم. يعني شكون يعطيني عندي 6 اشهر ما خدمتش انا. وشكون باش يعطيني اختك لا تعطي لها هيك يعطي. ها تفرج القيح والكل هابط علي وبليجي عليك باش نخدم. بليجي عليك. المرأة هي تخدم اللي وليت حتى الخضرة واللي نشاهينا نشريوها. تصور انت هاني هذه نسبة بابا. راني موسيل انا عندي 4 منين تو في البلدية. وبعثينا كل مرة يبعثوا لنا عاد المنفذ والكل. وانا نجم نخلص بترا ما عادش خالص باش نخلص. تفرج انا واقف على خوك واقف بالسيف عندي 7 اشهر ما خدمتش. قلت لك والنسبة موسيلة. وسنة سيس حتى كرني باش نمشي نعدي مسكر. عندك 35 سنة لهنا في النصر. ايه جي 40 سنة وانا مع بابا في السوق اللوح الاخر. يعني حنا حسنا شقاوة تعبنا تويك حالة مادية حتى نش خلاص نتاع الناس ما عادش نجم نخلص. والله هاني انا تعب حتى السبيطار ما نجمش نمشي له الكرني وافي لي. قلت لي سيقك؟ هي زوز فاريتي الوقفة الوقفة نتاع الحانوت. شنو هو هيك اللي في سيقك؟ فاريز ها فاريز ترشخو صافي ها وزوز وانا نعاني عمري كملاني. ومعلم رضا اللي انت فيه كل يوم تخرج وتجي وتخدم. يعني شكون يعطيني عندي 6 اشهر ما خدمتش انا. وشكون باش يعطيني اختك لا تعطي لها هيك يعطي. كل واحد ليه في همه تويكا والدنيا صعبت اختي ما عادش خلت على حتى شيء. هاني تو عندي 7 اشهر ما خدم من زد كي رجعت من العيد الكبير لهنا. ها تفرج القيح والكل هابط علي وبليجي عليك باش نخدم. بليجي عليك. ومره هاني تو وليت تخدم في سوق الحوت هكا تعاون شويه. اما قد سترو. مرتك تخدم معك في سوق الحوت؟ الحوت تخدم في سوق المرشي نتاع الحوت في زرزونه. في زرزونه؟ تعاون فيا. تبيع في الحوتة؟ ليه في معمل. معمل الحوت، معمل الحوت. أنا من أختي ما عادش قادر، عندي 5 منين ما عادش نجم نخلص. كي تصور أنت في الجمعة كل يوم باش تصور خبزة تاكلها، في الجمعة كل يوم في الجمعة باش تصور حاجة باش تاكلها باش تاكل بها، أما باش نجم نخلص ما عادش نجم نخلص. بعد قداش من عام مرتك خرجت تخدم؟ تصور كنت قاعدة في الدار؟ قاعدة في الدار عامين تو ولا 3 سنين. تو. وشكون يرحمك؟ ما يرحمك حد اختي لحنينا راه. وقت اللي قعدت 7 اشهر في الدار. ما عندي شيء عندي وجه الله. المراه هي تخدم اللي وليت حتى الخضره واللي نشاهينا نشريوها. تصور انت هاني هذه نسبة بابا. راني موسيل انا عندي 4 منين تو في البلديه. وبعثينا كل مره يبعثوا لنا عاد المنفذ والكل. وانا نجم نخلص بترا ما عادش خالص باش نخلص. تفرج انا واقف على خوك واقف بالسيف تو هكا. سامحني على وجهك. 7 اشهر وقت اللي قعدتهم في الدار ما حسيتش روحك؟ كي نجي للناس تقول عليا ماشي لجهنم هذا من الاخر. ما نجمش كي نجيها باش نمشي للسوق تقول عليا شنو اللي ما نعرفش ما فهمتش. تقول عليا وين ماشي لجهنم. الله غالب شو نعمل. كيفاش التليفون تكلم خوك ولا اختك ولا ابوك شنو؟ حد راهو بعضنا انا مش هيرة اخوتي شكون يعني بعد ساعات هكا يجيو للدار ولا حاجه ما يعني شنو احوالك لاباس اكثر منه ليش مش يعني. الناس الكل هي في همة. قلت لي عندك زوز بنيات. ليه بنية معرس على روحه زوز وليد. واحد سانكيم بريمير وواحد ستيام اني. شو عندك ربي عليهم في العودة المدرسية؟ لا خذيت لهم المرأة ولا ما شريت أنا هيك خلصت خذيت شوية شوية. قل أنت تويك الفضل المرأة. مثلا أنا نتاع الدار الانتوراج هيك باش تشري هيك باش ما تخليش حاجة ناقصة في الدار. أما والله على عيني ريت أنا واخذ خوك 7 اشهر ولا تو من زدت رجعت من العيد الكبير لتو عندي 7 اشهر ما خدمتش قلت لك والنسبه مسيله وسنه سيس حتى كرني باش نمشي نعدي مسكر او تحبني على الاقل زوز منين ولا 3 منين ندور باش منين ما عادش خالط الواحد ما عادش ما نكذبش عليك اختي المراه هي قايمه بكل شيء المراه هيك تخدم الكل هيك تترقى معايا على الحياه وكهو باش نعمل لا فيريتي نحكي لك شنو تحب تقولها؟ ها؟ شنو تحب تقولها مرتك؟ قلت له يعطيك الصحة وبارك الله فيها بنت الناس هاي واقفة معايا مولادي يا أخي شو نقول لهم؟ هاي راضيين بالحلو والمر الحمد لله شو نعمل؟ طلبيتك خويا؟ أنا طلبيتي إن شاء الله حال أبرك من حال إن شاء الله نلقى حاجة بونسابيليتي اللي يعني تولي لي حال ما خير لما تويك يعني هنا نخدمه كهو حال مستور وكهو يقول لك الجار سند هنا ما فماش شكون عاونك؟ ما فماش سند فما حد وانا ما نعملهاش العمله هذيا. سند روحك ما يسند. انت الله لا يحوجني لحد. الله لا يحوج لحد يا بنتي واخوك ما تلقاش تويكا. اما من الحياه صعبت والكل كل واحد يلوج على روحه والدنيا غاليه والكل كل واحد عنده طلبات وعنده دنيته وعنده فاميلته وعائلته يعني ما عادش تحكم على حتى واحد تو. فهمت؟
الحمد لله. الله يعينك ويقويك. اختي انا يعطيني حالي يولي من حال خير من حال.